أخذت هاي الهواية ورث عن أبوي. أبوي كان ملاكم على مستوى الوطن العربي. تعلمت اللعبة من عمري 5 سنوات وتابعت فيها، تميت أتدرب لعمري سمح لي أنه أشارك بالبطولات. شاركت في بطولة حلب، الحمد لله أحرزت المركز الأول في سنة 2009، ولعبت بطولة الجمهورية والحمد لله أحرزت المركز الأول في سنة 2009، وفي سنة 2010 كمان الحمد لله أحرزت المركز الأول في بطولة الجمهورية، وفي سنة 2011 جبت الأول في بطولة الأولمبيات في سوريا، أبرز لاعب في سوريا والحمد لله. ومن بعدها شاركت في بطولة العالم في كازاخستان أستانا عام 2011، وكنت هون اجت الثورة فانتميت للثورة السورية ضد النظام الغاشم. صرت اشتغل في مجال الطبي لاني هون وقفت الرياضة في سوريا وما عاد اقدر اروح اجي على النظام انا، لانه الحمد لله يعني صدنا ضد هالنظام الفاجر. فصرت اشتغل في المجال الطبي في حلب، وفي سنة 2016 تهجرنا من مدينة حلب إلى ريف حلب إلى مدينة الأتارب، وتابعت في مدينة الأتارب في مجال الطبي والحمد لله رب العالمين وإلى الآن. وأنا أطمح لأنه أرجع أشارك بالبطولات خارج سوريا.